بسم الله ما شاء الله، بقالنا يومين احنا وجمهور المنتخب المغربي كل واحد فينا عمال يقلل من الفرقه بتاعته. احنا نقول له انت اقوى وهو يقول لك لا انتوا اقوى، احنا نقول له يا عم انت هتكسب وتلعب الكاميرون وهو يقول لك لا انت اللي هتكسب وتلعب الكاميرون. هل دي جدعنه؟ لا يا اسطى، ده كله فاهم ان احنا بنحسد بعض، اللي هو بالصلاه على النبي يابا انا عندي حارس مصاب وعندي الديفندر اللي حيلتي مصاب، يعني كده كده جاي لك مشفق اساسا، ويقول لك لا انت منتخب مخضرم في افريقيا، وبعدين احنا فرقتنا كمنظومه جماعيه مش قويه. وبصراحه في الحته دي عندك حق، بصراحة يعني عندك حق. أنا خايف من فرديات لعيب المنتخب المغربي، خايف من أشرف حكيمي، خايف من بوفال، خايف من سفيان مرابط، خايف من سليم أمال الله، خايف جدا من لعيبة ممكن تقدر تعمل فارق. بس بصراحة حتة منظومة قوية للمنتخب المغربي دي ما وعاش عليها، بقالي سنة ونص بتفرج على المنتخب المغربي ما وعاش أنا على الكلام ده مع واحد خليزوتش بصراحة. يعني الراجل منظومته الجماعية في البلالة، الفرقة ما عندهاش منظومة جماعية ولا أي حاجة. طب هو أنا اللي عندي منظومة جماعية كمنتخب مصر؟ بصراحة يا اسطى لا، أنا برضه ما عنديش منظومة جماعية. أنا لعبت ماتش قدام كوت ديفوار ما لعبتوش بقالي 4 سنين، فأنا خايف لأن الماتش ده ممكن يكون كده اللي هو اوروبا صدفه، ماتش عدى كده بالصدفه. فانا لا اتمنى ان منتخب مصر يكون قدم ماتش واحد بس للجيل ده، لا انا عايزك كمنتخب مصر تقدم لي مباراه مميزه قدام المنتخب المغربي، ولا سيما كمان لو طلعت لي كسبان. اه تاريخنا قدام المغرب بيقول ان هم متفوقين، بس عادي مفيش اي مشكله، ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نكسب. قلنا كده في 2017 وقدرنا ان احنا نطلع كسبانين. محمد صلاح هيواجه مشاكل النهارده، والله ربنا يستر، لان الحته اللي فيها سفيان بوفال هجوميا دي قويه جدا، فمحمد صلاح مطالب ان هو يرجع يدافع شويه معلش يعني مع عمر كمال عبد الواحد، لان عمر كمال عبد الواحد راجل مش باك، وعايزين نفتكر ان هو مش باك دايما، وعايزين نعرف مين في نص الملعب هيرجع يلعب مكان حمدي فتحي، لان حمدي فتحي غيابه هيخلي النني يرحل كديفندر. فاحنا بالصلاه على النبي مين اللي يلعب مكان النني دلوقتي؟ يعني عمرو السوليه هيكون موجود هو والنني، مين بقى الثالث معاهم؟ لو تريزيجيه دي مصيبه، ولو لعيب زي عبد الله السعيد دي مصيبه اخرى، ولو لعيب زي مهند لاشين والله الله يكون في عونه، لان هو هيكون اول ماتش ليه يلعبه في البطوله كلها، وهيلعب قدام المنتخب المغربي، فالموضوع صعب بالنسبه لي. فيابا معلش احنا مش بنقلل من بعض، واحنا الاثنين تقريبا كده مش مصدقين ان احنا ممكن نوصل دور 4 بجد والله. اللي هو المنتخب المغربي لما جه الكاميرون ما كانش عامل حسابه ان هو يروح لمكان بعيد، والمنتخب المصري لما جه الكاميرون ما كانش عامل حسابه ان هو يروح اي حته اساسا، فاحنا جينا هنا بالصدفه، بدليل ان احنا كمنتخب مصر ما كناش عاملين حسابنا ان احنا حرفيا هنوصل، وعاملين ماتش النهارده في كاس الرابطه الاهلي والبنك الاهلي، وبكره ان شاء الله عاملين ماتش الزمالك، اللي هو بسم الله ما شاء الله بجد والله ما كانش في اي توقعات من الشارع المصري او المسؤولين المصريين ان المنتخب المصري قدر يعمل اي حاجه. فكل اللي احنا فيه حاليا هو نزهه بالنسبه لنا كمصريين وكمغاربه، ان احنا هنلعب مباراه فاصله على اللي هيوصل دول 4، اللي هو بسم الله ما شاء الله بجد والله. لا انا مصدق ولا انت مصدق، احنا الاثنين حاطين املنا على تصفيات كاس العالم، واحنا الاثنين ما كناش جايين البطوله دي بجد والله، ولا كنا حاطين في بالنا ان احنا نوصل دول 4. فعزيزي اللي يكسب نقول له الف مبروك، واللي يخسر ان شاء الله نقول له هارد لك. ان شاء الله منتخب مصر لو كسب نقول له مبروك، ولو المنتخب المغربي خسر نقول له هارد لك ان شاء الله باذن الله. يعني لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فان شاء الله باذن الله ننتظر من مصطفى محمد ان هو يوقف سفيان مرابط وينزل يعمل واجبات معاه زي ما قال الاسطوره عمرو سوري.